السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 11 صباحا بتوقيت الجزائر، أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار. المستهل بالنشاط البرلماني، حيث يعقد في هذه الأثناء المجلس الشعبي الوطني جلسة عامة على عدد من أعضاء الحكومة، وتخص قطاعات الشباب والرياضة، الفلاحة والتنمية الريفية، التجارة وترقية الصادرات، وكذا قطاع النقل، وهذا بحضور وزراء القطاعات المعنية. أوقفت مصالح الأمن في وقت مبكر من صباح أمس شخصا هدد بالقيام باعتداء عن طريق التفجير ضد مقر سفارة المملكة العربية السعودية بالجزائر العاصمة. وقد تلقت السفارة السعودية مكالمة هاتفية على الساعة 3 صباحا من قبل شخص هدد بالقيام باعتداء عن طريق التفجير ضد مقر التمثيلية الدبلوماسية. وقد قامت مصالح والأمن فور إبلاغها من قبل مصالح السفارة بمباشرة التحريات التي أسفرت عن توقيف هذا الشخص في وقت قياسي، وتم إخضاع الشخص الموقوف لفحص طبي في الأمراض العقلية قبل تقديمه أمام العدالة. في التعاون الدبلوماسي الإفريقي، تتواصل الدورة 42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا بمشاركة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان العمامرة. الدورة تندرج في إطار التحضير للقمة 36 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي تحت شعار تسريع وتيرة تجسيد منطقة التجارة الحرة القارية والإفريقية. وعلى هامش مشاركته في أشغال المجلس، أجرى العمامرة أمس محادثات ثنائية ولقاءات مع العديد من نظرائه، إلى جانب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي والعديد من المسؤولين السامين في المفوضية. وقد تركزت هذه اللقاءات حول البنود المدرجة على جدول أعمال الدورة الحالية. تنمويا وفي قطاع النقل وقصد تسهيل تنقلات المواطنين والتخفيف من الازدحام المروري، تتأهب ولاية مستغانم لدخول وسيلة الترامواي حيز الخدمة، ليشكل هذا قيمة مضافة تتعزز معها خدمات النقلية بغية إضفاء ديناميكية سياحية بالولاية. الروبورتاج لمحمد سلمية. بدأ العد التنازلي لانقضاء التجارب الخاصة بترامواي مستغانم الذي انتظره ساكنة الولاية بفارغ الصبر ليدخل حيز الخدمة بعد أيام. تسمح هذه الوسيلة بنقل 50,000 مسافر يوميا، تشمل جميع المقاصد المدينة مثل الجامعات، الأقطاب الجامعية، المستشفيات، المحطات البرية إلى آخره. مدينة مستغانم واخيرا تم يعني الاعلان عن اطلاق مشروع ترامواي الذي انتظرناه طويلا، عساه ان يفك الخناق عن المدينه. من ناحيه غادي ينقص عبء كبير على الجانب النقل، سيارة أجرة او الحافلات، وحنا نتفائلوا بلي يكون مكسب للولايه، وان شاء الله يكون يعطي طابع جيد لاي زائر للولايه ان شاء الله. وفضلا عن دوره في تقديم خدمات عمومية، فإن هذا المكسب من شأنه توفير مناصب شغل لفائدة شباب المنطقة. التوظيف كان 100% من مستغانم وعن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل. لحد الآن رانا حوالي 300 موظف مكونين ومجهزين إن شاء الله يعني لدخول حيز الخدمة لترامواي مستغانم. الأولى شوماج، من بعد كي سمعت بالتوظيف في شركة سيترام راني حطيت السي في تاعي والحمد لله رانا خدمنا. اوني باسي باغ دي زيكزامان بسيكو تكنيك بسيكو موتور، اون من بعد درنا ان اونتروتيان اونيتي اونبوشي وحنا رانا هنا في الفورماسيون. يذكر ان طول المسافه التي يقطعها ترامواي مستغانم تقدر ب 14.2 كيلومتر موزعه عبر 24 نقطه، والتي من شانها تقريب المواطن من المرافق العموميه والفضاءات السياحيه.
في حوادث المرور ما يزال إرهاب وطرقات يحصد المزيد من الأرواح، حيث توفي 4 أشخاص في حادث مرور أليم إثر اصطدام خطير بين سيارتين سياحيتين وقع صباح اليوم بالطريق الولائي رقم 107 في شطره الرابط بين بلديتي سيدي الجلالية والبويه بولاية تلمسان. وفور وقوع الحادث تدخلت وحدات الحماية المدنية لإجلاء الضحايا وإسعاف المصابين ونقلهم إلى مستشفى الولاية لتلقي العلاج. دوليا، وفي المغرب موجة جديدة من الاحتجاجات ضد نظام المخزن تعيشها عدة مدن على وقع إضراب عام في الوظيفة العمومية، حيث أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تنظيم وقفات احتجاجية أخرى الأيام المقبلة في ظل تفاقم الاحتقان الاجتماعي المتزايد. التفاصيل في سياق تقرير خالد حج دالية. خدكم مغاربه وكديروا فيهم هاد الحال ومكفوفين باغي لقمه العيش، اجو ما تيخشيو التيلاكاتو كيتشريو الفلوس. راه تتشوهوا الدوله ديالكم، ها راه صحابي تتشوهوا، راه تتشوهوا الدوله ديالكم في العالم. هاد الفيديو تتصور غادي تفرجيو العالم كامل، هاد صحابو نتوما في العالم كامل. مشاهد يندلها الجبين ونداءات استغاثة تتوجه للمجتمع الدولي. يبدو أن أجندة المخزن تركز على مسار التحقيق للقضاء البلجيكي الذي أسقط رؤوس الفساد، ويغفل اليوم المخزن عن أجندة شعبه الذي صمد ضد التطبيع وتوحدت حناجره ضد الظلم والانتهاكات. عاد من غنشكيو كاين حتى حاجه، متجولين كياكلوا العصا صباح وعشيه، انزل انزل حيت كروستك وصرو راقبوا الادارات وشنو فيهم، شكون اللي عنده 18 شكون اللي عنده 3. شكون اللي ضررنا بزاف كمواطنين، غلاء الاسعار، المضاربه ديال السماسرة، كلشي كيتاجر في احتياجات المواطن. هاد الشعب لينا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. معاناه الشعب المغربي، هاد اللهيب ديال الاسعار اللي هو مس القدرة الشرائية ديال الطبقة العاملة على الخصوص وعموم الجماهير الشعبية الكادحة، واللي هو أصبح لا يطاق. غضب شعبي يتوسع وشعارات مدوية في سماء طنجة وباقي المدن المغربية ربما يعيش المخزن خارجها. بعتونا وبعتوا أنفسكم وبعتوا راسكم وبعتوا نحن وبعتوا الدرويش دابا اللي حاليا كيجي الدمع مقورين، كنهضر على اللي باقي عزيز الكرامة ديالو كينوض حلالا طيبا على الصباح يجيبها. اليوم رجعنا في بطاطا ومطيشة والثمن، واش إذا الطاجين المواطن القوت اليومي لابناء المواطن في خطر. خرجوا علينا بالغلاء اخاي، ما بقيناش قادرين نسيطروا على راسنا، ما بقيناش قادرين ناكلوا اللقمه في ذقنا ولا اولادنا. فين هما الناس ديال سكان طنجه؟ احنا دابا خصنا نكونوا يد في يد باش نشوفوا هذا الغلاء ديال المعيشه. دابا مطيشه رجعت كتعمل 10 دراهم، في اوروبا كتعمل 1200. المنكر عظيم. تتوالى الادله لتورط المخزن في قضايا الفساد في البرلمان الاوروبي لشراء ذمم سكتت عن انتهاكات حقوق الإنسان وقضية الصحراء الغربية، والأجدر أن يصرف تلك الأموال على شعبه الذي يقبع تحت وطأة الفقر. شرق أوسطيا وإلى فلسطين المحتلة، حيث أدانت الخارجية الفلسطينية إقرار الاحتلال الصهيوني قانون سحب الجنسية من الفلسطينيين معتبرة إياه أحد أبشع أشكال العنصرية والتهويد والتطهير العرقية، هدفه ترحيل أسرى القدس وأراضي 48. ميدانيا، فجرت قوات الاحتلال الصهيوني منزلا فلسطينيا في مدينة الخليل بالضفة الغربية يعود لعائلة الشهيد محمد الجعبري، مجبرة أكثر من 50 عائلة فلسطينية مجاورة على المغادرة في ظل سياسة الهدم المستمرة التي ينفذها الاحتلال بحق الفلسطينيين. ونختم النشرة بكرة القدم، حيث تلعب اليوم المباراة المتأخرة عن الدور 32 لكأس الجمهورية بين نادي بارادو وشباب قسنطينة بملعب الدار البيضاء بالعاصمة الجزائر. المباراة تشاهدونها على المباشر في حدود الساعة 2:30 على القناتين 6 و4. بأخبار الرياضة نختم هذه النشرة، قدمناها لكم من الإخبارية الجزائرية. نشكر لكم طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.